من موجز الأخبار إلى أبرز الصحف التي صدرت في تاريخ اليوم، والبداية من صحيفة النهار حيث عنونت رسالة نصر الله أرادها إلى الفلسطينيين قبل حزبه. تزامنت رسالة نصر الله مع توزيع خبر استقباله نائب رئيس المكتب السياسي في حماس صالح العروري والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد نخالي، ليؤكد نصر الله من خلال الكشف عن هذا الاجتماع المشترك بين ثلاثة أطراف سياسية في محور المقاومة أن الحزب في صلب هذه الحرب، وأنهم يتشاركون في إدارة غرفة عمليات مشتركة، وأن المقاتلين الذي يسقطون له في الجنوب هم على طريق القدس، و ليثبت بالأقوال والأفعال أن التكامل حصل بين المقاومتين الفلسطينية واللبنانية. ولا حاجة عند نصر الله هنا إلى التذكير بأنه يدير ويتابع كل ما يدور على جبهة غزة، ما يحصل في العمق الإسرائيلي، فضلا عن إشرافه على طول جبهة الجنوب على الحدود، ليقول لمن يهمه الأمر ممن يلتقي مع خطه أو يعارضه في الداخل والخارج، إن كل هذه التضحيات التي تقدمها المقاومة من دماء لبنانية متلازمة مع الدماء الفلسطينية، وأن الجهتين تقفان كتفا إلى كتف في هذه المواجهة التي من المرجح أن تمتد إلى أسابيع وربما إلى أشهر إذا قررت إسرائيل مواصلتها. كما وكتب الأمين العام رسالة هذه بخط يده لإطفاء المزيد من رمزية الدلالات والتفسيرات عليها، وثمت ثلاث إشارات عمل نصر الله على توجيهها في نص رسالته، وأراد منها الاتصال بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لا ينفصل عن طبيعة التهديدات التي تعصف بلبنان حيال ما يحضر له وما يتحضر له، وأن في إمكان نصر الله أن يتواصل مع أي شخصية ويمسك بهاتفه على الشبكة الخاصة بالحزب ويتحدث مع أي قيادي في الحزب يرابط في نقطته العسكرية وهو على بعد عشرات الأمتار عن أقرب موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود في الجنوب. وننتقل الآن إلى موقع المدن. صحافة إسرائيلية: الحرب مع الحزب ستكون ضربة استراتيجية هائلة. صحيفة هاراتس الإسرائيلية تحدثت عن قدرات الحزب العسكرية التي بإمكانها إلحاق أضرار بالغة بالدولة العبرية، مضيئة على تصريح لوزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي قال فيه: لقد وصلنا الآن إلى النقطة التي يمتلك فيها حزب الله صواريخ وقذائف أكثر بكثير من معظم حكومات العالم. أحدث التقديرات تكشف وفق الصحيفة امتلاك الحزب حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، يصل مدى معظمها حوالي عشرات من الكيلومترات، في حين يمكن لعدد كبير منها الوصول إلى أهداف تقع على بعد مئات الكيلومترات من لبنان. وتضيف الصحيفة أن الحزب يمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ المضادة للطائرات، بما في ذلك الصواريخ المحمولة على الكتف لإسقاط المروحيات والطائرات على ارتفاعات منخفضة، إضافة إلى استحواذه على أنظمة ثقيلة مضادة للطائرات، بما في ذلك صواريخ أرجو وقاذفات يمكنها ضرب أهداف جوية على مسافة تصل إلى 50 كيلومتر على ارتفاع يصل إلى 24 كيلومترا. وإلى جانب ترسانة حزب الله الصاروخية الهائلة، يعمل الحزب إياه على تطوير قوته الجوية الخاصة منذ أكثر من 20 عاما عبر امتلاكه لطائرات من دون طيار متنوعة الأحجام والأدوار، بعضها مصنوع في إيران وبعضها محليا. وننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية وعنونت صحيفة الجمهورية حراك باسيل استعراض أم كسر للجليد. في موازاة تأكيد مصادر التيار للجمهورية أن تحرك باسيل يأتي ترجمة للشعور بالمسؤولية في هذا الظرف الصعب وضرورة الشراكة في بناء جبهة داخلية صلبة لمواجهة التحديات التي قد تفرض على لبنان، وكذلك التعاون مع كل الأطراف في كل ما يخدم مصلحة لبنان واستقراره. أعرب مصدر مسؤول في الثنائي الشيعي عن ارتياح ظاهر لمبادرة باسيل، وأمل أن تؤسس زيارته لرئيس التيار المردة لما هو أبعد من كسر الجليد بينهما، فيما وصفت مصادر معارضة حراك باسيل بالاستعراضي، وأبلغت إلى الجمهورية قولها: لسنا ننتظر شيئا من حركة أشبه ما تكون بجولة علاقات عامة لا أكثر ولا أقل، ولن يكون لها أي تأثير مباشر على الملفات الخلافية وخصوصا الملف الرئاسي. وننتقل الآن إلى موقع ليبانون ديبيت للرد على التهديدات السفارة الأمريكية في لبنان واثقون من قدرة الجيش اللبناني.
أشار المتحدث الرسمي باسم السفارة الأمريكية جاك نيلسون إلى أن السفارات والقنصليات الأمريكية حول العالم تنسق بنحو وثيق مع نظرائها في الدول المضيفة في قضايا الأمن، ويلعب كل من القوى الأمنية وموظفو السفارة الأمريكية في الدول المضيفة دوره في ضمان أمن المرافق الدبلوماسية الأمريكية. وفي حديث للجمهورية قال نيلسون: نحن نثني على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين يحمون موظفينا هنا في بيروت. وأضاف: نحن واثقون من قدرة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي على حماية سفاراتنا وموظفينا، ونحن ممتنون للشراكة الأمنية المستدامة معهم. كما وأكد نيلسون أن العمل في السفارة مستمر بنحو كامل وطبيعي، وأن أبوابها مفتوحة بكاملها، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى تعمل بجدية وملتزمون تماما بالتواصل الدائم لشرح وتوضيح أهمية ألا ينخرط لبنان في النزاع، وهذا سيستمر. نعم. والآن ننتقل إلى ضيف الصحف أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي أستاذ ظافر الناصر. صباح الخير أستاذ ظافر. صباح الخير، شكرا لك وللمشاهدين. بالبداية أستاذ ظافر، برأيك ماذا ولد لقاء باسيل وفرنجي ليلة أمس؟ هل هناك أمل بترشيح فرنجي رئيس للجمهورية؟ صراحة ما بعرف إذا هذا الأمر وارد عند الأستاذ جبران باسيل أو إذا كانت حركته يعني تنحو بهذا الاتجاه، لانه نحن اللي سمعناه مباشره بان الحراك اللي عم بيعمله الزيارات والجوله اللي عم بيعملها هدفها الاساسي محاوله قدر الامكان ايجاد عناصر توافقيه على مستوى البلد وارضيه لتحسين الواقع الداخلي في ظل المرحله الصعبه اللي عم نمرق فيها او التحديات المحتمله في حال توسعت الحرب. ونحن بالنسبة لنا هذا يعني كان الرئيس وليد جنبلاط صبات بهذا الاتجاه من اللحظة الأولى اللي يعني بدأت فيها الحرب بغزة، وتوقعاتنا بأنه قد تمتد إلى الحدود الجنوبية، وأي مسعى بهذا الاتجاه بالعكس نحن من جهة بنرحب فيه، من جهة ثانية هذه قناعتنا وهذا اللي دعا له الرئيس وليد جنبلاط من اللحظة الأولى. نعم استاذ ظافر، ما زالت غزه الحدث والصوت والصوره والحرب مستمره، ما الافق برايك خاصه بعد التردد الاسرائيلي من الغرق بمستنقع الهجوم البري وبعد تصريح ايمانويل ماكرون بان الاقدام على هالهجوم خطا؟ بمعزل عن الحسابات الاسرائيليه سواء العسكريه او غير العسكريه، لكن واضح انه الاسرائيلي عنده ضوء اخضر ودعم غربي كبير لاي امر ممكن انه يكون فيه، وبالتالي كمان واضح بانه الاسرائيلي محتاج لاعاده الاعتبار لجيشه من جهه، محتاج لاعاده الاعتبار لكيانه من جهه ثانيه، ولاعاده الاعتبار للعلاقه بين يعني المواطن الاسرائيلي ودولته وجيشه، بمعنى اعاده الثقه بعد ما اهتز كل شيء نتيجه العمليه اللي قامت فيها حماس ب7 تشرين. أمام هذه المعادلة بعتقد أنه الإسرائيلي يعني الخيارات أمامه بالنسبة له مفتوحة، والغطاء لهذه الخيارات كمان الغطاء الغربي مفتوح، ولذلك عم نشهد كل يوم هذه المجازر بحق الفلسطينيين في غزة. نعم أستاذ ظافر، وليد جنبلاط أطلق عدة رسائل وأخيرا كان خوفه على لبنان أنه يفوت على الحرب وقلقه على مطار بيروت، هل من معطيات ملموسة دفعته إلى هذا الخوف؟ كل الأجواء يعني التي وصلت إلى لبنان سواء رسائل مباشرة أو غير مباشرة يعني تجعل من هذا القلق مشروع تحت عنوان بأنه وكأنه هناك حالة جنون إسرائيلية في حال دخلنا بالحرب. ما حدا بيعرف مدى هذه الحرب ولا حجمها ولا حتى حجم الإجرام الإسرائيلي اللي ممكن أنه يرتكب بحق اللبنانيين، لذلك علينا أن نتحسب لكل الأمور، وعلى رأسها يعني ما يسعى له الرئيس وليد جنبلاط بشكل يومي إلى القيام ببعض الخطوات والإجراءات على مستوى الدولي قبل كل شيء وعلى المستوى السياسي بين الأطراف. ما هي الخطوات أستاذ ظافر؟ وتحضير الأرضية كمان من الناحية الشعبية لأي احتمال لا سمح الله أو تطور ممكن أنه يطرأ أو يتوسع. ما هي الخطوات أستاذ ظافر؟ ما هي الخطوات؟
بالبداية في عنا لابد من تفعيل عمل الحكومي بصراحة، ونحن قلنا هالكلام بكل وضوح بأنه مقاطعة جلسات الحكومة بهذه المرحلة غير مفيدة، وعلى الأطراف أن تعيد حساباتها، لأنه إذا كنا عم ندعي نحن لتحصين الساحة الداخلية هناك حكومة يجب بالحد المعقول بهذه المرحلة نسبيا عم نحكي ترجع تفعل عملها وتشوف شو بتقدر تاخذ من إجراءات على مستوى الدولة. عندك القطاع الصحي، عندك الهيئة العليا للإغاثة، عندك الدفاع المدني، عندك قطاعات عديدة محتاجة أن تكون جاهزة وتكون فعالة بالمرحلة اللي جاية في حال لا سمح الله كان في حرب، كان عندك حالة نزوح، يعني هناك إجراءات تنفيذية لابد منها. عندك موضوع التعيين، مسألة قائد الجيش اللي تنتهي ولايته بكانون القانون المقبل، كيف ممكن أنت تفوتي على هيك مرحلة لا سمح الله وما عندك قائد جيش ولا عندك رئيس أركان؟ طيب هيدي على المستوى الأمني، بالإضافة إلى يعني العلاقة بين القوى السياسية يجب أن تنحي جانبا اليوم الخلافات السياسية اليومية ويكون التركيز أكثر على مسألة تحصين الساحة الداخلية وبالتالي تحصين الواقع المجتمع اللبناني والواقع الشعبي أمام أي أمر ممكن أنه يطرح. نعم استاذ ظفر، لنرجع لقائد الجيش، هل اثار بسير مع جنبلاط رفضه لتمديد لقائد الجيش وشو موقفكم من هالملف؟ نحن طرحنا الامر بصراحه، نعم. يعني والرئيس وليد جنبلاط اعلن عن هذا الموضوع بكل وضوح انه طرح هذه الاشكاليه وبانتظار جواب بعد انه يدرس الامر من قبل الاستاذ جبران بسير. نعم. هل من افق لتسويه داخليه تحمي لبنان وتحصن مؤسساته بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية؟ يعني طبعا انتخاب رئيس للجمهورية لا يبدو بالسهل ولا بمتناول اليد بهاي اللحظة، لكن هذا ألف باء إذا بدنا نحكي هيك عناصر الخروج من أو عناصر تحسين الواقع الداخلي. نعم. يعني يا ليت بنقدر نوصل لهكذا خطوة اليوم نقدر ننتخب رئيس ونعمل حكومتنا حكومة أصيلة تكون وتتابع الوضع، لكن لا يبدو هذا الأمر يعني بالسهل، وهذا اللي بيستدعي القلق وبيستدعي المسعى اللي عم يعني نبذله بكل جهد، عم يبذله الرئيس وليد جنبلاط داخليا انه نحاول نحصن الواقع الداخلي كبديل عن كل هذه الخطوات المفقودة اليوم والاستحقاقات اللي مش قادرين ننجزها يعني شبكة سياسية إلى حد ما تعمل سياج يعني مقبول نقدر نواجه فيه الاحتمالات. نعم شكرا لك أستاذ ظافر ناصر. مشاهدينا فاصل إعلاني ونعود وحلقة جديدة من برنامج الحدث مع الزميلة جوزيفين ديب.